بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وجعلهم أطباقا وأطوارا ليكون بعضهم فتنة لبعض. فإذا وجد الإنسان فإن أعماله تتفاوت ما بين الطاعة والمعصية وما بين الشرك والتوحيد، ولهذا لم يترك ربنا عز وجل الناس هكذا هملا، ولم يخلقهم سبحانه وتعالى سدى، بل أرسل لهم رسلا وأتبع الرسل برسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأفضل الناس الذين خلقهم الله وأشرفهم هم أنبياء الله، وأول نبي أوجده ربنا عز وجل وأنبأه بالأمر والنهي هو أبونا وأبو البشر جميعا آدم عليه السلام. أما أول الرسل فكان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والفارق بين النبي والرسول ليس باعتبار الأصل اللغوي، ولكن باعتبار المرسل إليهم. فلما كان الناس على التوحيد كان المبعوث إليهم نبيا وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما وقع الشرك في الأرض وازدادت المخالفة كان المبعوث إلى الناس رسولا وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعند البخاري وأحمد من حديث أنس التصريح بأن أول رسول أرسله ربنا عز وجل هو نوح. ولكن قصة نوح إلى قومه ومكثه في الأرض واجتهاده في الدعوة وبيانه لقومه، هذه القصة ينبغي أن يدرسها كل داع إلى الله. وفي هذه الأزمان المدلهمة التي تزاحمت فيها الأمواج واضطربت فيها الأفكار وقل فيها الخير إلا إذا شاء ربنا، كان لزاما على كل مسلم عاقل أن يقرأ قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولأهمية هذه القصة جعل ربنا عز وجل لها سورة بتمامها وأكملها، هي سورة نوح. وإذا تأملت وجدت أن الله تبارك وتعالى خص بعض الأنبياء بالسور، كمحمد عليه الصلاة والسلام، وكإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيونس عليه الصلاة والسلام، وكهود عليه الصلاة والسلام، وكنوح عليه الصلاة والسلام. ولكن تمتاز قصة نوح
أنها تمثل الصراع من بدايته إلى نهايته، لأن بعض الناس يقولون بأننا لا يمكن أبدا أن نحكم على الشيء إلا إذا عرفنا بدايته ونهايته، فيكون الجواب أن قصة نوح بين الله تبارك وتعالى بدايتها كما أماط اللثام عن نهايتها، فهي بينة واضحة لكل ذي قلب متقد واع لما يسمع. هذه السورة يبدأها ربنا عز وجل بقوله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، إلى عشيرته. وكان النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وهذه إحدى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس جميعا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة خصائصه أنه رسول إلى البشر كلهم. ولهذا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ماسكا بصحيفة من صحائف اليهود، قال: ما ذاك يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب قاضية على كل الأديان، ناهية لكل الشرائع والملل. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لأنبيائه وصفوة خلقه وجعله قياما بين الناس هو دين الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله في النار. إذن ينبغي أن نفتخر وأن نتشرف بأن جعلنا الله تعالى مسلمين، لم يجعلنا هودا ولا نصارى، ولم يجعلنا مشركين ولا كفارا، وإنما جعلنا له حنفاء، له موحدين، به مؤمنين. فلله الحمد والمنة وله الثناء الحسن. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، إذن هذا رسول، والقوم هم المرسل إليهم. ما هي القضية التي يحملها هذا الرسول؟ الدعوة أيها الأحباب في الجملة الأولى من حقيقتها داع ومدعو ورسالة، داع ومدعو ورسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. إذن الداعي هنا هو معاذ، والمدعو هنا هم أهل اليمن. القضية والرسالة والدعوة التي يحملها لكي يبلغها أن يعبدوا الله
وحده لا شريك له، وأن يصلوا في اليوم والليل 5 صلوات، وأن يؤدوا كذلك الزكاة، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فالداعي والرسول والمبعوث هو من؟ هو نوح عليه الصلاة والسلام. والذين أرسل إليهم والمبعوث إليهم والمدعوون هم قومه. ما هي الرسالة؟ ما هي الرسالة التي حملها نوح إلى قومه؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك، أنذرهم أي خوفهم. وهنا فائدة، أن المتلبس بالمخالفة، المستمر على المخالفة، فربما يكون الأوفق أن يخوف. يخوف، فإذا خاف بشرناه ويسرنا له. ولذلك قال بعض السلف: الخوف صوت، أي كرباج، الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. من خاف أدلج. أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لماذا؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالدلجة أن تمشي بالليل، والإنسان عندما يجتهد ويشمر عن ساعد الجد فإنه لا يهدأ له بال ولا يرقأ له حال إلا بعد أن يبلغ منتهى ما يريد. فكذلك الخوف ربما يكون مفيدا لبعض الناس الذين تلبسوا والذين صبغوا في المخالفة. رجل مصبوغ في المخالفة، صبغ الثوب الأبيض باللون الأسود، ماذا تصنع؟ لابد أن تخوفه شيئا ما، لابد من النذارة، لابد من الترهيب. فإذا خاف بشرناه، فإذا خاف يسرنا له، فإذا خاف طمنا على رأسه وربطنا على كتفه. فلا بد من النذارة، أن أنذر قومك وأخبرهم أنك تخاف عليهم عذاب الله عز وجل، فإن عذاب الله تعالى أليم لا يستطيع أحد أن يتحمله. سبحان الله، من ذا الذي يستطيع أن يضع يده على موقد الكيروسين لمدة دقيقة واحدة؟ من ذا الذي يستطيع؟ من ذا الذي يستطيع أن يمسك جمرة متقدة؟ من ذا الذي يستطيع أن يمسك جمرة متقدة في يده ليقبض عليها؟ من ذا الذي يستطيع؟ فإذا كنت لا تستطيع تحمل هذا العذاب مع ضعفه وقلته، فإن عذاب الله تعالى أليم. نسأل الله تعالى العافية. ماذا فعل نوح يا ترى؟ هل قصر وقال: يا رب إن المجتمع يرفض دعوتي، وإن قومي سيمتنعون عن إجابتي، ولا أجد أتباعا يحملون هذه القضية؟ عندما أمره ربه عز وجل أن يبلغ قومه هذه الدعوة، قام نبي الله تعالى نوح منتفضا داعيا إلى قومه، قال: يا قومي إني لكم نذير مبين. لكم نذير مبين، لم يتأخر ولم يتقاعس. وهذا حال الدعاة إلى الله، إذا أردنا العزة لديننا والرفعة لدعوتنا فلا بد أن نودع النوم والكسل. وتأمل معي قول الله عز وجل:
يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. يا من تدثرت بالفراش والأغطية، ولازم التدثر الضعف والنوم والدعة والكسل، قم فأنذر. ليس هناك الوقت لكل هذه الأشياء، بل لابد أن تقوم لتنذر ولتبلغ دعوة الله عز وجل. هكذا فعل نبي الله تعالى نوح، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثلاث جملات، ثلاث جمل، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذن المطلوب ثلاث أشياء: أن اعبدوا الله، أن نوحد الله عز وجل، أن نوحد الله عز وجل وألا نشرك به شيئا، أن نؤمن بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، أن نوحد الله تعالى بأفعال العباد من النحر والنذر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والتوكل والحسب إلى غير ذلك. أن اعبدوا الله، هذه كلمة عظيمة جدا. أن اعبدوا الله، لا بد من الخضوع لله، لا بد من الذل لله، لا بد من حب الله. هذا كله تحتمله هذه الكلمة أن اعبدوا الله، فلا بد من الخضوع والذل لله، ولا بد من حب الله عز وجل، وهذا كله معتبر. أن اعبدوا الله واتقوه، اتقوا الله عز وجل، اجعلوا بينكم وبين معصية الله تعالى حاجبا وحاجزا، إياكم وأن تخالفوا شرع الله عز وجل، واعلموا أن عذاب الله تعالى لا يدفع إلا بطاعته، ولا يرد إلا بامتثال أمره. ثم قال وأطيعون، اسمعوا كلامي، ولا تخالفوني، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم قال نبي الله تعالى نوح لو فعلتم ذلك، لو عبدتم الله واتقيتم الله وأطعتموني في دعوتي وقبلتم ما جئت به إليكم، ما الذي سيترتب على ذلك؟ انظر جملة جواب الفعل السابق، قال نوح يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذا أردتم مغفرة الذنب، ستر الذنب، والطهر من الذنب، وإذا أردتم أن يمد الله تعالى، وإذا أردتم أن يمد الله تعالى في أعماركم بالبركة والعافية، فعليكم بهذه الأمور الثلاثة: عبادة الله عز وجل، وتقوى الله، وطاعة رسل الله. ثم قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا دعوت قومي في كل الأوقات، في كل الأوقات. انظر وحاول أن تزن نفسك بهذه الآيات التي تقرع مسامعك. متى دعوت إلى الله عز وجل؟ متى دعوت إلى الله عز وجل؟ نحن للأسف نجعل الدعوة وقتها هو الفائض عن أوقاتنا، نجعل أوقاتا للعمل، وأوقاتا للمنزل، وأوقاتا للتنزه،
وأوقاتا للنفس، ونجعل الباقي بعد ذلك هو وقت الدعوة، فصار وقت الدعوة في حياتنا وقتا ضعيفا قليلا. ثم نقول نحن مشغولون. يا ترى هل كان نوح لا يمارس المهنة؟ هل كان نوح بطالا لا يعمل؟ أبدا. لعل الأعمال التي نقوم بها هي أخف من الأعمال التي كان يقوم بها نوح. لقد كان نوح نجارا، كان نجارا يعمل بمهنة النجارة، كان حرفي، كان صنايعي، يتكسب بحرفته ويمتهن الصنعة بيده، ومع ذلك يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ونوح كانت له زوجة وكان له أولاد، إذن كانت عنده ارتباطات اجتماعية، ومع هذه الارتباطات الاجتماعية يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا. سبحان الله، ما الفارق بين نوح وبين المسلم في هذا العصر؟ أنت تعمل، نبي الله نوح كان يعمل. أنت متزوج، هو كان متزوجا. لك أولاد، أيضا له أولاد، ولكن الفارق أنه صاحب رسالة وأنت صاحب لسان. صاحب لسان تتكلم كثيرا لكن لا تعمل شيئا، أما صاحب الدعوة وصاحب الرسالة فإنه يجتهد في حمل دعوته، لدرجة أنه يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا في كل الأوقات. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم، كلما تدل على الاستمرار في الزمان والمكان، أي هو يأتيهم في كل مكان ويغشى أماكنهم ويذهب إليهم. لا يقول الدعوة لا تذهب لأحد، نحن هنا ومن أرادنا فليأتنا، أبدا، وإنما كان يتنقل إليهم كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض نفسه على القبائل، وعندما كان يذهب إلى بيوتات قريش، وكان يذهب إلى الملأ في صحن الكعبة وهنا وهناك، وكان تارة يذهب إلى بعض الناس في بيوتهم يدعو إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إنه لم يترك مكانا إلا دخله للدعوة إلى الله، ولم يترك وقتا إلا شغله بالدعوة إلى الله. كلما دعوتهم، ما هي دعوته؟ يا ترى دعوته أنه يريد أن يحشد الأتباع وأن يجند الأجناد كي يكون وزيرا أو أن يكون نائبا في البرلمان، فيريد الأصوات ويريد الأتباع؟ أبدا والله. يا ترى هل كان يريد منهم الأجر؟ إنه يدعوهم إلى التوحيد وإلى الصدق وإلى العفاف وإلى صلاح المجتمع، هل كان يطلب منهم أجرا على هذه الدعوة؟ أبدا، وإنما كان يمارس الدعوة لوجه الله، يصل الليل بالنهار ويلج كل مكان داعيا إلى الله عز وجل، لا يريد جزاء من أحد ولا شكورا، وإنما يريد الأجر والمثوبة عند الله سبحانه. مع ذلك كله أنه كلما كان يدعوهم ينفرون منه، وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، وليس هذا فحسب، واستغشوا ثيابهم
وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على كفرهم واستكبروا على الحق الذي سمعوه فلم يقبلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني دعوتهم جهارا أي مجاهرا لهم بالدعوة، مجاهرا لهم بالدعوة. فالجهر فيه رفع الصوت، أي كان أحيانا يذهب إلى الملأ فيرفع صوته فيقول: يا أيها الناس اعبدوا الله، يا أيها الناس وحدوا الله، يا أيها الناس افعلوا كذا، عليكم بالصدق، إياكم والكذب. كان يرفع صوته بين الناس والناس يتهامزون ويسخرون. هل رأيت أحدا في مجتمعنا وقف في ساحة وقام ونادى بأعلى صوته كما فعل نبي الله تعالى نوح؟ لم نجد إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما وقف على جبل الصفا ونادى قريش وقال: لو أنذرتكم أن خيلا وراء ذلك الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. قال: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. فكذبوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم. فنبي الله تعالى نوح قام في الملأ ورفع صوته بين الناس مجاهرا بالحق داعيا إلى الله عز وجل: ثم إني دعوتهم جهارا، فجهارا أي مجاهرا. ثم إني أعلنت لهم، كل واحد منهم أخذته وكلمته لأسمعه بصوت يسمعه، ويسمعه أيضا من بجواره، ويسمعه أيضا من بحضرته. وليس هذا فحسب، بل إني كنت أحيانا آخذ الواحد منهم لأسر له بالدعوة، وهذا قول الله عز وجل: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يا إلهي، ما هذا الاجتهاد، ما هذا الاجتهاد العجيب، ما هذا الاجتهاد العجيب بالليل والنهار، في الصبح والمساء، في الملأ والرهط، مع الواحد جهرا وسرا. هذا كله يا ترى كم من السنين قضاها نوح عليه السلام يفعل ذلك؟ كم سنة؟ 10 سنوات؟ 15 سنة؟ 20 سنة؟ طب خليهم 50 سنة، كتير أو 100 سنة. قال الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سبحان الله، هناك بعض الروايات أنه أرسل إليهم على رأس 40 من عمره، ورواية على رأس 50 من عمره. أيها الأحباب، انظروا إلى هذا الجهد الجهيد الذي بذله نوح عليه الصلاة والسلام، لتعلموا أن دين الله تعالى لا ينتصر إلا بالبذل والجهد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إياك أن تظن أن بلوغ الذرة يستدعي أن تكون دائما في أسفل الجبل، لا، إذا أردت قمة الجبل فلا بد أن تجتهد في صعود الجبل. أما
إذا رضيت أن تكون دوما في أسفل الجبل فستكون دوما في أسفل الجبل. دين الله تعالى أعز وأجل، ولا بد أن يكون في ذروة الجبل، والذين يحملون هذا الدين لا بد أن يتعبوا من أجله وأن يبذلوا من أجله، ويفعلوا ذلك كما فعل أنبياء الله. نحن عندما ندعو إلى الله ونريد إصلاح الناس وهداية الناس والخير للناس، لا نريد من ذلك إلا إرضاء الله عز وجل، لا نريد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الشكور باللسان والجزاء بالفعل، فأنت عندما يحسن إليك إنسان تقول له جزاك الله خيرا، إذن أنت تشكره. فإذا أزديت له خدمة أو كافأته على جميله بمعروف فقد كافأته وجازيته. أما نحن الذين يحملون هذه الدعوة المباركة لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما نريد المثوبة عند الله عز وجل. ماذا قال نوح لقومه عندما أمرهم بعبادة الله وتقوى الله وأن يطيعوه، واجتهد في الدعوة ليلا ونهارا، سرا وعلانية، جهرا وإخفاتا، ومكث في هذه الحال 1000 سنة إلا 50 عاما. ما تمام رسالة نوح؟ قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا إخواني، الجانب الإيماني والسلوكي الذي يجعل العبد مرتبطا بالله لا بد أن يكون قائما في الدعوة. أما أن تكون الدعوة مجموعة من الأمور المادية والنظامية التي تتحرك وفق ترتيب لا يختل ونظام لا يختلف، كهذه التروس الآلية التي تتحرك دون مادة الحياة أبدا، الإنسان المسلم إذا كان موصولا بالله كانت حياته لله وبالله وفي الله، فكان عطاؤه أقوى وكان عمله أصلح وكان جهده أعمق وكان عطاؤه أكثر. لماذا؟ لأنه موصول بالله. نحن نريد أن توصل الأمة بالله لا أن تنقطع عن الله. ما منا من أحد إلا وهو من جملة العصاة، وأنا إذا لم أكن منكم فأنا أولكم، فكلنا ذلك العاصي المذنب المقصر المفرط، فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا، لم يقل أيها الناس، وإنما قال أيها المؤمنون. لماذا؟ لعلكم تفلحون. التوبة. فقلت استغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة من ربكم. المغفرة، ما معنى المغفرة؟ أن يستر عيبك، أن يستر عيبك، أن يستر خطيئتك في الدنيا والآخرة. لأن الفضيحة إذا كانت في الدنيا شديدة فهي في الآخرة أشد. تصور لو أن رجلا يفعل معصية في الدنيا ويتجمل للناس حتى لا يعرف بمعصيته، لو عرف بين الناس بهذه المعصية كيف يفعل؟ كيف يفعل؟ ف
فما بالك لو حشر أمام الخلائق ليفضح يوم الحساب؟ فالأمر شديد. فاستغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة من ربكم، ستر العيوب والذنوب والخطايا، فلا يغطيها ولا يسترها إلا الله. فإن ثوبك يغطي بدنك، أما من ذا الذي يغطي ذنبك؟ من ذا الذي يستر خطيئتك؟ إن لم يكن لك إله تعبده وتعظمه وأنت به موصول ويدك إليه ممدودة، فمن ذا الذي يستر عيبك؟ والمغفرة من المغفر، والمغفر هو الذي يستر بدن الجندي في المعركة فلا يصاب بسيف ولا رمح. فكذلك إذا غفر الله تعالى ذنبك، إذا غفر الله تعالى ذنب غطاه وستره، فإنك تنعم بالأمن. ولذلك قال: فقلت يا قوم استغفروا ربكم من الشرك والذنوب والخطايا والآثام إنه كان غفارا. يا إلهي، يقال كان قوم نوح قد عاشوا قرونا متطاولة من الجدب والفقر حتى تشققت أرضهم وهلكت بهائمهم ونفدت أزوادهم، فأوصاهم بماذا؟ بالاستغفار. الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لمن التجأ إليه ووقف بين يديه، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء أي ماء السماء تطلق السماء ويقصد بها المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء أي إذا نزل المطر، يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا أي مطرا كثيرا مباركا. يمكن أن يكون المطر عذابا، ولكن هذا المطر يكون بركة، يكون غيثا هطلا مباركا. يرسل السماء، من الذي يرسل؟ الله الغفار الذي دعوتموه. يرسل السماء عليكم مدرارا، ليس هذا فحسب، ولكن ماذا؟ ويمددكم بأموال وبنين، أموال صامتة وأموال ناطقة. الأموال الصامتة من الذهب والفضة وسائر المعادن والنفائس، والأموال الناطقة من البقر والشاه والخيل والحمير والبغال، هذا كله من المال يأتي كله ببركة الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين. هل جرب الذي تأخر إنجابه أن يجتهد في الاستغفار؟ لقد كنت أعلم أحد إخواني، هذا الأخ الحبيب مكث نحو من 10 سنين لم ينجب له، ودار هنا وهناك وباع الأرض وأنفق الأموال وأجرى العمليات وأخذ العلاج، هذا كله دون جدوى. فلما توجه إلى الله واستغفر الله وأناب إلى الله وعمر قلبه في سبيل الله، رزقه الله تعالى بالبنين والبنات. سبحان الله، رزقه الله بالبنين والبنات. أحد الناس كتب لي قصاصة في المنصورة في الدرس، يقول: إني مدين، ويريت تطلب من الجالسين أن يجمعوا مالا يتبرعوا به إلي.
هذا الشاب قد تخرج من كلية التجارة منذ عدة سنوات، وضربه الدين وأضره كثيرا، فذكرته بهذه الآيات. لم أطلب من الجالسين أن ينعموا عليه بالصدقة أبدا، وإنما ذكرته بهذه الآيات وقلت له اذهب وأنا لا أعرفه. السائل صاحب هذه القصاصة يقيم الليل ويجتهد في الاستغفار والبكاء بين يدي الله، وإن شاء الله لو علم الله تعالى في قلبه الصدق أعطاه على ما علم. تمر الأيام ويأتيني هاتف من الكويت. ما ذاك؟ إنه محاسب يعمل في الكويت، وما شاء الله فتح الله تعالى عليه فتحا كبيرا. من أنت؟ قال أنا ذلك الشاب الذي طلبت المساعدة في مجلسك بالمنصورة ودللتني على قيام الليل والاستغفار. لما فعلت ذلك أصبحت، فاتصل بي صديق يعمل محاسبا بالكويت، يقول إننا في العمل نريد محاسبا، ما رأيك أن تأتي تعمل معنا في الكويت دون أن يدفع من ليما واحدة؟ ببركة ماذا؟ الاستغفار. إياك أن تظن أنك إذا انقطعت عن الله طابت حياتك، أبدا والله، فإن الحياة لا تكون طيبة إلا بالله ومع الله. فاذكروني أذكركم. قال الحسن إننا في خير ونعمة وعافية، لو علمها أصحاب السلطان لجالدونا عليها بالسيوف. نحن فقراء، لسنا وزراء ولا ملوك ولا رؤساء، ولكن قلوبنا تنبض بالحياة ووجوهنا يظهر عليها الخير والبركة والنور. لو علم أرباب الملوك والسلطان والرئاسة ما في قلوبنا من الخير والدعاء والنعمة والبركة لا جالدونا على هذه النعمة بأسيافهم. أما أرباب المعاصي الذين أبوا إلا أن يهجروا طريق الله، فليعلموا أن وجوههم مظلمة وأن قلوبهم سوداء. قال الحسن إنهم، أي أصحاب الدنيا، وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية في وجوههم، ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. المكان اللي فيه معصية لله لا تقعد فيه، المكان الذي لا يعظم فيه اسم الله لا تقعد فيه. كن معظما لله، اجعل قلبك موصولا بالله، كن عبدا لله. إذا فعلت ذلك تبدلت أحوالك. إذن يا إخوتي، جزء من المشكلة التي نعيشها هذه الأيام أننا بالفعل لم نقم دولة الإسلام في قلوبنا، لم نطبق شرع الله تعالى في قلوبنا، لم نعمر ما بيننا وبين الله، لم نصلح الناس بأخلاق الإسلام، لم نأخذ الناس إلى الله عز وجل. ظننا أننا عندما نقيم أحزاب ونقول نطبق الشريعة أن الشريعة ستقوم مباشرة. أبدا أبدا. قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كررت ما مرتين. إن الله لا يغير ما بقوم من الذل والضعف والهزيمة والفقر والجهل والانكسار والدعة والتخلف والتقهقر والانحطاط الحضاري حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي والذنوب والآثام. إذن هذا مرتبط بهذا.
إذا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وأنبنا واستغفرنا وعمرنا ما بيننا وبين الله كان الخير موصولا. أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان دخل المدينة وقال: من أعلم من فيها؟ قالوا: حازم ابن أبي سلمة. فذهب إليه في قصة طويلة، في قصة طويلة، فقال له: لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ أي واحد من أهل الدنيا اللي بيكلموا في الآلاف والملايين وتلير لا راحت واللي جت حياته كلها دنيا، لو كلمته أو ذكرته بالموت أو القبر أو ملك الموت أو الآخرة يقول لك: لا فال الله ولا فالك يا أخي، فكرنا بحاجة حلوة يا أخي، أستغفر الله وأتوب إليه. ما هذا؟ ألهذه الدرجة تكرهون الموت؟ سبحان الله، الخليفة، لا أقول رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية، بيسأل هذا العالم: لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. عمرتم دنياكم، بنيتم القصور وركبتم السيارات الفارهة، العربية بثلاثة أربعة خمسة مليون جنيه والقصور الفارهة، وأكلتم الطعام الفارهة ولبستم الملابس الفارهة، فعمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. تتلاقي واحد قاعد في بيت ثمنه 10 مليون جنيه، تقول له: مسجد شلباية محتاج سجادة، عاوزين 50 جنيه، يقول لك: إن شاء الله في آخر السنة لما أجي أجمع الزكاة أديكم من زكاة المال. يا إلهي، ألهذه الدرجة؟ سبحان الله، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم ماذا؟ أخراكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. أخي الحبيب، نفسك التي بين جنبيك هي أعدى أعدائك، أعدى أعدائك، نفسك التي بين جنبيك إن حاربتها ظفرت، وإن ظفرت وصلت، وإن أهملتها خسرت، وإن خسرت نكست، والعياذ بالله. فالسعيد من جاهد نفسه، والشقي من أهمل نفسه ودس نفسه. فاسمعوا إلى هذا النبي: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. يا سبحان الله، الماء غير موجود، يقولون بأننا مقبلون على أزمة مياه في حلول سنة 2030، وربما تصاب مصر بالجفاف ويترتب على ذلك المجاعة. يا إلهي، ما الحل؟ إقامة السدود. الحل الاتفاقيات الثنائية مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر من مياه النيل. الحل إيجاد البدائل الاستراتيجية للنيل. كل هذا معتبر وعلى العين والرأس، ولكن أين الاستغفار؟ أين الاستغفار؟ من الذي يرسل السماء؟ من الذي ينبت النبتة من الأرض؟ هو الله. فلماذا دائما نفكر في الحلول المادية ولا نفكر في رب هذا الكون، السلطان العظيم والملك الكبير الذي يجير ولا يجار عليه؟ فاسمع: يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا توقرون الله؟ لا تعظمون الله؟ ويمكن أن يكون المعنى: لا تثبتون التوحيد لله. لأن الوقر فيه معنى الثبوت،
والسكينة لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وقرن أي اسكن، واجعلن البيت قرارا لكن، فما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تثبتون التوحيد لله عز وجل، لا تعظمون الله، لا تكبرون الله، لا توحدون الله، وقد خلقكم أطوارا. أحيانا يا إخواني الإنسان بينسى نفسه، يلبس بدلة ويبقى بيه، يبقى وزير، وكيل وزراء، رئيس جامعة، يبقى منصب كبير، فلوس معه كتيرة، وعربيات، سواقين، بيوت، خدم. يا إلهي أحيان الإنسان ينسى نفسه. من أي شيء خلق؟ خلق من ماء مهين. يا إلهي ماء لا قيمة له، هذا الماء لا قيمة له، سبحان الله. أطوارا أي جعلك ماء، ثم بعد ذلك رقاك لتكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم كساك لحما. هذه أطوار وأنت في بطن أمك، وأطوار بعد الولادة، كنت وليدا، رضيعا، فتى، شابا، شيخا، كهلا، هذه أطوار، سبحان الله. وقد خلقكم أطوارا، فكبير اليوم كان صغير الأمس، وصغير اليوم هو كبير الغد، والصفوف تتحرك، واليوم نحن فوق الثرى، وغدا ربما نكون تحت الثرى. والسعيد من اعتبر بغيره، ومن فكر بأجله، ولم يترك نفسه سدى. فانظر أن الله تعالى خلقكم أطوارا. ألم تروا؟ ألم تروا؟ الرؤية هنا ليست علمية ولكن للإخبار. ألم تروا أيها الناس، أيها العصاة، أيها التاركون لطاعة الله، أيها الغافلون، أيها الغافلون عن أمر الله، الذين لا يفكرون أن يوما سينقلبون فيه إلى الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ طباقا أي كل سماء على السماء الثانية، سبع سماوات طباقا، بين كل سماء وسماء خلق وأمر، بين كل سماء وسماء خلق وأمر، لا يعلمه إلا الله. ألم تخبروا بذلك؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن أي معهن نورا، فيهن بمعنى معهن، وجعل القمر نورا معهن، أي عندما خلق الله السماوات والأرض خلق الله تعالى أيضا القمر فجعله نورا، وجعل الشمس سراجا، سراجا، سراجا وهاجا. فانظر التفريق الدقيق، القمر نور والشمس سراجا يتوهج، للتفريق بين القمر وبين الشمس. تأملوا أيها الناس بديع صنع الله وبديع خلق الله، حتى تروا ملك الله تعالى العظيم الذي أنتم تعيشون فيه. أفيجوز بعد هذا الملك العريض أن تخالفوا الله تعالى في أمره أو في شرعه أو في أمره؟ ثم قال والله أنبتكم من الأرض نباتا. يا إلهي انظر إلى هذه الجملة الدقيقة، أنبتكم من الأرض نباتا، نحن لم نولد هكذا كبارا، وإنما ولدنا صغارا، كل واحد طوله شبر، بعد كده ما شاء الله صرنا كالنبت، النبت يخرج المجموع الخضري صغير ضئيل، ثم بعد ذلك ينمو وينمو وينمو وينمو، ثم بعد ذلك يصوح ويصفر ثم يموت. وكذلك الإنسان يولد صغيرا ثم ينمو كالنبات، ينمو بعد يوم وينمو. والآباء
والأباء تنظر إلى أبنائها ويتم الولد، الولد بدأ في البكاء، الولد يحبي، الولد يمسك الحيطة، الولد بيخطي، الولد بيمشي، الولد بيتكلم، الولد يذهب إلى الحضانة، الولد ذهب إلى المدرسة، الولد انتهى من الدراسة الثانوية، الولد دخل الجامعة، تخرج من الجامعة، تزوج، أنجب. سبحان الله، أطوار ونبات، هذا كله بأمر الله عز وجل. ألم تروا هذا الملك؟ ألم تروا هذا الخلق؟ ألم تفكروا في هذا الإبداع؟ ألم تعتبروا بهذه القدرة؟ سبحان الملك العظيم. ثم بعد أن تكبر يأتيك الأجل فتموت، فتعود إلى ماذا؟ إلى الأرض التي منها خرجت. ولهذا قال: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، أي ممهودة، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه كلها أيها الأحباب وغيرها إلى نهاية السورة دعوة الرسل. فتأملوا كيف كانت هذه الدعوة، وتأملوا كيف كانت العاقبة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أغرق قومه عندما كذبوه ولم يجعل لهم أثرا مذكورا. فالله تعالى أسأل أن يبارك في المسلمين، وأن يبارك في رجالهم ونسائهم وأبنائهم، وأن يطيب أيامهم وأوقاتهم وأعمالهم، وأن يبارك في أعمارنا بالعمل الصالح والعلم النافع. الله تعالى أسأل أن يشفى مرضانا ويرحم موتانا ويتجاوز عن سيئاتنا، وألا يقبضنا إليه إلا وهو عنا راض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.